حصل كده. شوف بقى حصل كده. نزل كده كده نتكلم عليه. بعد كده هنبتدي نلم الدنيا في الموضوع الاولاني خاص بالفيلم. اول حاجه الضوء اللي بيبتدي يدخل لاي ماتيريال ما هو الا مجموعه من فوتونز. الفوتونز ديت بيبقى ليها انرجي. اول حاجه لازم نعرفها هي الانرجي بتاعت الفوتون. يبقى في قبائل الضوء نفسه. الضوء بيتكون من حاجه اسمها كوانتوم او بيتكون من حاجه اسمها فوتون. مجموعه من الديسكريت فوتونز بنسميها الفوتونز ودي الطاقه بتاعتها اللي هي الاتش كيو. الاتش اللي هي الفان كونستانت وي. فبتحركه يبتدي يفقد الطاقه اللي اكتسبها. هو
واصلا تارتو اتنين، الموت ليفل دي اتنين، او تارتو اي واحد بلس اتش ان اتنين. فلما يبتدي يحصل عمليه ستيمولييتد او المسارعه بتاعته يبتدي يثبت طب ويرجع تاني لليفل اي 1. فيبقى اذا انت عندك اتنين اتش ان يو، اتش ان يو الاولانيه اللي هي ديت وهو ما امتصهاش، هي بس حركته وحركه. بالاضافه لاتش ان يو الثانيه اللي فقدها لما نزل لاي 1، هو كان اي 2 فنزل لاي 1 رماها في كمان اتش ان يو نتج عن عمليه الفقد ده. دي عمليه ثانيه اللي هي عمليه ستيميوليت.
معدل الانتقال بتاع من ليفل 1 لليفل 2 يبقى معدل الانتقال من 1 ل 2. طيب ايه اللي بيأثر في عملية الانتقال ديت؟ أول حاجة في بارامتر اللي هو بي 1 2 بي 1 2 اللي هو احتمالية الانتقال probability. ما هي احتمالية الانتقال الإلكترونيات من ليفل 1 لليفل 2؟ ده مقصود بي 1 2 اللي هي probability. احتمالية الانتقال في احتمالية قد ايه عشان الالكترونات تتنقل من ليفل 1 لليفل 2؟ بعد كده التساقط طول، طبعا انت بتساقط فوق من واحد، التساقط عدد من الفلتريك، فبالتالي في اي او رو يو اللي هي الانرجي دنسيتي دي رو اللي هي اتش في نيو اللي هي طاقه الفوتون الواحد في عدد الفوتون. الفوتون الواحد طاقه الاتشين يبقى طاقة الفوتون الواحد عدد الفوتونات كده يبقى انت جبت طاقة الفوتونات كلها بس كل ده هو الدرس كان بيريون هو ده ارونيو. في كمان العصب دوت على ليفل 1 يبقى الاثنين الكترونات موجودة في ليفل 1 تطلع الاثنين فيبقى كام؟ 1 اللي هي الكونسنتريشن او عدد الالكترونات اللي موجودة في الالكترون ايه كده الترانزيشن بتاع الاصل. طب هنا النظام الحديد هنا هيبقى عامل ازاي؟ حد سيميوليتر الترانزيشن ريت دلوقتي هيتنقل من ليفل 2 لليفل 1 يبقى من 2 لواحد. طيب يلا يا طيب بيتين واحد اول حاجه دي احنا بنقول انتقال احتماليه انتقال الالكترونات من واحد لاثنين هي برضه في احتماليه لانتقال الالكترونات من اثنين لواحد وايرونيو برضه نصف اتش يو ده طاقه معينه فبنقول ايرونيو اللي هي الانرجي دنسيتي و دي اتسقط على ليفل 2 او عدد الالكترونات ان 2 فيبقى ال هو ده ترانزيشنري حالة ستيميولي. طب الحالة التالتة حالة سبونتينيوس بس عشان نفهم ده حالة ده ستيميولي بس برضه ايه اللي هيحصل؟ مش ما في ما بين ديت وديت مفيش روفي في برضه في احتماليه في عدد من الالكترونات هتسقط من اثنين لواحد فبالتالي في كونستانتيني هنقول عليه probability of transferring electrons من اثنين لواحد عشان برضه نفرقها عن ده اثنين لواحد و رونيو مفيش هنا في انت اسقطت طاقه عشان تنزله انت ما اسقطتش حاجه ما فيش حاجه و ان اثنين و الكونستانت دوت اللي هو اي 2 1 اللي هو احتماليه انتقال الالكترونز من 2 لواحد ده بيصير 1 على تاو من 2 لواحد. اي تاو من 2 لواحد من اللايف تايم اللي احنا كنا بنقول عليه وبيسقط او بيستمر فتره زمنيه محدده وبعد كده ينزل. طبعا كل ما الفريم ده يكون صغير جدا كل ما يكون عدد الالكترونز او البروبابيلتي بتاعت الالكترونز دي بتزيد. ما تتكلمش على دول هنبتدي نحسب معدل تغير الالكترونات مع الطاقة ان كابيتال ده كونسنتريشن بتاع الالكترون او عدد الالكترونات لو قلت ان واحد يبقى انا بتكلم على كونسنتريشن بتاع اي واحد لو ان اثنين يبقى انا بتكلم على كونسنتريشن بتاع اي اثنين.
عايزين نحسب دلوقتي مواد التغير اللي موجود في عدد الالكترونين سواء كان في واحد او سواء كان في اثنين. كان اثنين من وجهه نظركم كده ايه الاختلاف ما بين ان واحد وان اثنين او معدل التغير بين ان واحد وان اثنين لو حصلت ثلاث عمليات دول مع بعض؟ Thank you.
واحد اثنين ترميو انوي حسيت بيتني واحد ترميو انو اثنين زيد اثنين واحد انو اثنين لو سويت ابسط دي المعادله اللي تبقى موجوده في الحلقه دي. ومنها ممكن نقول انه في اثنين واحد برونيوم في اثنين واحد في اندو اثنين كده. من المعادله دي برضه ممكن اوصل لاندو اثنين نسبه لاندو واحد. انا عايز اوصل لعدد الالكترونات في اندو اثنين لاندو واحد. مين اكبر؟ مين اللي هيبقى متحكم في الطيب؟ فان اثنين لان واحد هتساوي بي واحد اثنين رونيو وهنا بي اثنين واحد رونيو زائد اثنين واحد. طيب في الغالب او للتسهيل شويه هنخلي معدل التغير من اثنين لواحد هو نفس معدل التغير او احتماليه انتقال الالكترونات من اثنين لواحد هي نفس احتماليه انتقال الالكترونات من واحد لاثنين. يعني طبعا كده هنقول ان بي واحد اثنين تقريبا هي بي اثنين لواحد. فلو افترضنا دوت هيبقى ده واحد اثنين. وبالتالي اللي احنا كاتبينه ده او نسبة اثنين لواحد على بي واحد اثنين حاجة كده. طب انت لو وصلت ان نسبة ان اثنين لان واحد بالشكل ده مين اكبر؟ ان اثنين ولا ان واحد؟ ان واحد ده واحد نسبة للترم زي ده اكيد الترم ده هيطلع اكبر من واحد ايا كان بقى الترم ده ايه بس القيمة دي هتخلي اكبر من واحد تاني البسط اقل من المقام فبالتالي ان واحد اكبر من ان اثنين. يبقى ده الوضع بتاع السيرما الكليرك ده اللي احنا عايزين نستنتجه من الوضع بس بتاع السيرما الكليرك. دايما في حاله الثبات او في حاله الاستقرار بتاعتنا ان واحد او عدد الالكترونز اللي موجوده في ان واحد اكبر من عدد الالكترونز اللي موجوده في ان اثنين. بس احنا عايزين نصنع ليزر. بما ان عايز نصنع ليزر يبقى محتاج ان الطاقه بتاعتي تبقى عاليه قوي او محتاج ان عدد الالكترونات اللي موجوده في ان اثنين او في ليفل اي اثنين تبقى كبيره. يبقى مطلوب مني ان انا هتنقل الوضع الثاني اللي هو النون ثيرمال اكليبري ان انا اخلي كام اثنين اكبر من ان واحد. لازم اركز ده ما اخليش الكونديشن ده يتحقق او ما اخليش الوضع ده يتحقق. فالعمليه دي او عمليه انك تخلي بين اثنين اكبر من ان واحد دي اللي هي اسمها كونديشن كونفرجن. اللي هي عملية التحويل أو الانتقال في الكوليشنز أو عدد الإلكترونز اللي موجودة في N واحد عن N2، أنا عايز أخلي N2 هي اللي أكبر من N1. هو ده دايما شرطنا عشان نبتدي نعمل عملية ديزاين لليزر في الأمر. طبعا عشان أخلي N2 أكبر يبقى لازم عملية الاستيموليتي تبقى أعلى أو الطاقة بتاعة الاستيموليتي أو معدل التغير بتاع الاستيموليتي هو ده اللي يبقى أعلى. ليفلز كلها على بعض ونفس الكلام ناحية
convection belt. I will live in that convection. We, I'll just have a little hint. The valence band. We build it in, we build a convection belt with valence band. El energy. I'll, el energy. We give a bend with name. A bend C, we. E when we need o mais gostar a também esse we AB yani evening aí level the levels da na hack aí vai evening aí haga for the masanda da evening our electrons the from the level da level tá vale que da isso mesmo por the levels do fuel nesse كلام AB da a da vai fazer da level do mundo fez estou aí da level فبالتالي ده اي اثنين وده مثلا اي واحد وما بين اي اثنين و اي واحد احنا قلنا في اتش نيو ديتا فيبقى الكونديشن بتاعنا دلوقتي ان علشان اثنين الكترونز فعلا من اي واحد لاي اثنين لازم تنقص او لازم تاخد طاقه اتش نيو وبما ان الانرجي ما بين الفي والسي انرجي جاب يبقى لازم اتش نيو تبقى أكبر من الإنرجي جيب أو الطاقة اللازمة اللي تتقل E2 ناقص E1 لازم تكون أكبر من الإنرجي جيب ده لازم كونديشن ده يتحقق H نيو أكبر من الإنرجي جيب طب H نيو اللي هي H والنيو اللي هي C اللامدا أكبر من الإنرجي جيب يبقى اللامدا أقل من H C على الانرجي جيب تمام كده معايا لندا اقل من اتش سي على الانرجي جيب الاتش ده كونستنت والسي ده كونستنت فحسب ضرب الاثنين هيوصل ان لندا اقل من 1.24 على الانرجي جيب في الالكترون فوق ده كونديشن لازم انت تسقط الضوء بتاعك يبقى ليه ويف لينس معينه بس الويف لينس ديت لازم تحقق الكونديشن ده انها تكون اقل من الحزمه بتاعتك دي عشان فعلا تقدر الالكترونز تتنقل من ليفل اي 1 تطلع لليفل اي 2 وتبتدي يحصل العمليه اللي احنا بنقول عليها. Electrons in certain states.
سيلولار إكوليبريم أو الوضع الأولاني اللي هو الوضع الاستراتيجي F و V ديت ده الـ F و V أو ده الاحتمالية بتاعت الإلكترونز اللي أنا عايز أجيب أو عايز أعرف عدد الإلكترونز اللي فيها دي. ما هي احتمالية إن الستيتس اللي الطاقة بتاعته دي فيه إلكترونات معينة؟ ده في السيرمال إكوليبريم ده الوضع الأول. الاي اللي هي الانرجي بتاعتي او الانرجي بتاعة الليفل اللي انا بحسب معاه البروبابيلتي دي هي الاي اف ده الانرجي اللي عندها اف اوف اي تساوي نص ده بيسموه كوزي فيرمي ليفل احتمالية ان عدد الالكترونات تبقى 50% بالظبط وده اللي بيكون في النص. انت عندك الالكترونات فوق والالكترونات تحت. تقريبا بنقول الاحتمال في النص نظريا ان يكون هو ده اللي فوق فيه بيسبب. والكي تي اللي هو بولتزمان كونستانت تمبريتشر بالكلف. ده في الوضع الثيرمال. بس انا مش عايز الوضع الثيرمال. انا عايز احقق الوضع الثاني اللي هو النون ثيرمال عشان نخلي ان 2 اكبر من ان 1 زي ما احنا كنا بنقول من شويه. فبالتالي احنا هيبقى عندنا في النون ثيرمال اثنين فيرم ليفت او هنحسب قانونين للفيرم ليفت واحد فوق وواحد تحت واحد في كونفكشن باند واحد في فيلانس باند ده بس قانونين
احتمالية، عدد الإلكترونات في ليفل واحد وعدد الإلكترونات في ليفل اثنين. طب دلوقتي احنا عايزين نوصل للوضع التاني اللي هو الكوليشن انفيرجن او وضع التصنيع الليسي، يبقى انا المفروض يكون اكبر ده ولا ده؟ كي ده بوتسمان كونستنت والتي تمبريتشر. يبقى عشان يبتدي يتحقق ان 2 اكبر من ان 1 او الكونديشن اللي احنا بنقول عليه ان 2 اعلى من ان 1 لازم يبقى ده اكبر من ده، لازم تبقى الاحتماليه بتاع عدد الالكترونات اللي موجوده في ستيتس اي 2 اكبر من ستيتس اي 1. يبقى ده اي 2 ناقص اي اف ام على كي تي اكبر من 1 زائد اي اي 1 ناقص اي اف بي على كي تي. احنا قلنا ايه بصفه عامه؟ اي اف دي انرجي، اي اف اي بس لوحدها دي انرجي، الاي اف دي انرجي بيكون عندها بروبابيلتي بنص 50%. ان وبي لان انا في وضع انا انسرتن، انا في وضع عدم استقرار، في الالكترونات فوق في الالكترونات تحت، في معدل الاثنين اللي فوق بالزياده في معدل اللي ينزل تحت بنقصان. فالاي اف ان هي معدل الالكترونات لما تبقى فوق، فيبقى في عدد الالكترونز فوق فبنقول عليه اي اف ان، اي اف زي ما هو الان دي عشان في الكترون، وتحت في هولز مع الالكترونز هتسيب تحت وتطلع لفوق بنقول عليه اي اف ان، البي دي انديكيتنا هولز. برضه انرجي عندها الالكترون 50%. لا انا محتاج ان عدد الالكترونات تبقى فوق اعلى لان اللي فوق اعلى هيبقى ليها ازاي انرجي اعلى. Yes.
met iedereen langs die weg. Dat iedereen langs die weg. Je leert het je nieuw. Je leert het maar met energy game. Je bent wel echt op zonder condition van echt. En energy game. Met benen pressie. Met energy. Dat is gewoon afval. Je leert je nieuw. De energie staat volgens. We lezen met de energie staat volgens. Dat heeft toen afval. Met EFN. Naar EFN. Nou, de condition in de negatieve artikel aan het design van de interne zin aan het lopen. Op het nu, en dan heb ik een feit in foto's van de software. We stellen ook een paar condition leveling. En het nu te bouwen van de energie geven. Dat nou, TFN, EF, wie het is, zegt, of zij gaan de verhaal aan het antwoord met het nu, dat ik dit maar kreeg, nou, was het. Hagatan, Obama, Apoy, de source ik dit. الضوء نفسه. يعني انا هاخد الضوء واخلي الاتش نيو اكبر من الانرجي جيم. بس هاخد حاجه كمان تحقق لي الكونديشن التاني. الحاجه الثانيه ديت اللي هي الابلايد فولتج. يبقى انا محتاج حاجتين دلوقتي. الليزر اللي انا صنعه. محتاج ان انا اسقط الضوء يحقق لي الكونديشن الاولاني ومحتاج اسقط ابلايد فولتج يعمل لي انرجي. أكبر من الـ HNU يعني Applied Voltage ده بيبقى ليه طاقة اللي هي V Applied في Q Volt Q أو Volt في Charge ده دي Energy فـ Q في V Applied هي دي Q في V Applied ده Condition احنا محتاجين نعمله إن أنا محتاج أخلي Applied Voltage أوصله مثل الديزاين اللي أنا بعمله أو السيركت اللي أنا بعملها تحقق لي Condition ده والكونديشن ده صوت الجوفلنس المعين حقق لي الكونديشن ده يبقى ساعتها انت وصلت للديزاين اللي احنا عايزين نبنيه يبقى الليزر عشان يصمم محتاج حاجتين محتاج يبقى فيه جيم عشان يبقى فيه انرجي طلع كبير وفي نفس الوقت محتاج عمليه تدريج تزود او تبقى سورس فيدباك يزود لي الجين جروب ده يتحقق لو رجعنا بقى تاني للفيربي برو اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت الفيربي برو احنا لما جينا استخدمناه كنا بنقول احنا بنستخدمه مثلا كابسط انديكيشن ايه وابسط انديكيشن هو الفلتر لان احنا اهملنا خالص ان في النص ولا في جين ولا في نص اشتغلنا على ان اللي بيحصل في الشفت مش اكتر من كده طب انت لو جيت جبت الفيربي برو جريتين بالشكل ده والمسافه بينهم زي ما كنا بنعمل دي وخليت الميديوم اللي في النص دوت ما يعملش في الشفت بس ده يعمل في الشفت وجيم يعني انا هخلي الميديوم دوت او احنا نوصل لميديوم جيم ميديوم وفي نفس الوقت هبتدي اوصل ال two mirrors دولت بابلايد فولتج حقق لي الكونديشن اللي احنا بنقول عليه يعني دوت حاجه عامله كده وابتدي اوصل من هنا ابلايد فولتج ساعة ما انت تعمل حاجة زي كده توصل الـ two mirrors اللي تحقق لك الـ gain أو تحقق لك في gain في النص وتحقق بـ applied voltage يحقق لك الـ condition دوت هيبتدي يكون الليزر في الاتجاه اللي هو الداخل للسبورة أو الاتجاه العمودي يعني للشكل ده ده الديزاين اللي احنا عايزين نبتدي نعمله هو ده الوضع النهائي للديزاين بتاع الليزر ان انا محتاج اوصل للـ condition ده اللي يتحقق انت تخلي الانرجي بتاعتك او الانرجي بتاعت الفوتوس اكبر من الانرجي جيب وفي نفس الوقت في ابلاي فولتج بيعمل جين بيزود من عدد الالكترونز اللي موجوده في اثنين وبالتالي يوصلك للوضع اللي حقق لك فيه الليزر او الانرجي بتاعتك تبقى اكبر منه
Teba oda gidiyor sanki böyle. بس التغير دي جوه الميديوم الجين والموسس اللي ممكن يبقى حاصل داخل الميديوم بالظبط عشان نبتدي اعمل بقى ديزاين بتاعنا. الوضع الاولاني كان بس بدايه الوضع اللي احنا عايزين نوصل له هو نفسه فيرم اي اس جي كي جي اي اس جي كي دي او الترم الخاص بالفشه بس في ترم تاني اللي هو اي اس جي ماينس الفا دي واي اس جي ماينس الفا دي والجي ده الجين اللي ممكن يحصل والالفا ده الموسس اللي ممكن كده يبقى الـ E out الـ E in أو transfer function اللي احنا محتاجين نوصلها T1 T weighted T train T E plus J P D T E plus J alpha D على weighted modus T plus train J P D دلوقتي اللي احنا وصلنا ان بعد ما ابتدي اضيف الجيم بتاعي او وضع الديزاين بتاع الايتر مشيت ان الترانسفير فانكشن في الحاله دي. طيب في وضع دلوقتي هنبتدي نتكلم عن هنا هو نفس العدد نزل من E2 لـ E1
كل ما ده بيحصل الوضع ده بنسميه وضع الاوسيليشن، ان اللي بيطلع بالظبط قد اللي بينزل، مفيش جديد. ده برضو وضع مقارب للستيت ستيت او وضع الثيرمال اكليبريم اللي احنا بنقول عليه. انت اي نعم بتدخل ابلايد فولتج وعامل كل حاجه بس مفيش جيم، لان اللي بيطلع قد اللي بينزل بالظبط، الفقد قد الاكتساب بالظبط. ده بيحصل زي ما بنقول لما يكون لعيب موسيقي، لما يكون نفسه المقام بتاعنا ده بالظبط، وده نسبة أو تقييم. لما يكون الترانسفير فانكشن بينفرنس، أو لما يكون الإيم بزيرو يبقى الترانسفير فانكشن بينفرنس، لما يكون ده بزيرو. أو إن زي سيبل ويك هو ده وضع الأوسيليشن، هو ده الوضع اللي يكون فيه الستيميوليتد قد الابسوربشن بالظبط. احنا في الغالب بنحكي الوضع الاسبونتينيوس، لان الانرجي اللي بترجع من الاسبونتينيوس بتبقى صغيره، فاحنا بنشتغل على وضع او بنقارن الحالتين التانيين الستيميوليتد مع الابسوربشن. فلما يكون الوضع ده قد ده بالظبط واللي انت بتعمله هنا قد اللي بتعمله هنا بالظبط، يبتدي يحصل الوضع بتاع الاوسيليشن. وساعتها لو ده حصل ده فيز تي اس 2 جي، تي دي ده فيز بتاعي، لكن الار في اي اس 2 جي ناقص الفا دي ده امبلتيود. فلو قلنا ان اي اس جي اي دي او 2 جي اي دي ده فيز، وي ارمي فين هو ار اي اس 2 جي نوتس الفا في دي ده من امبلتيود او ده الجين بتاعي. وحصل ضرب ده كله بيساوي واحد، فانت بتوصل للحاله دي لوضعين، اللي جين كونديشن او امبلتيود كونديشن فيس كونديشن ار في اي 2 جي نوتس الفا دي. لو ساوي كويكر لو ده في ده اللي هو الامبلتيود بس لوحده سوى الويف، يبقى اي 2 جي ناقص الفا دي هتساوي 1 على ار، ومنها هيبقى لين 1 على ار زائد اي بار او اي بار. لو قلنا 2 جي ناقص الفا دي تساوي لين 1 على ار،
لكن واحد على اثنين دي لان واحد على ار بعد ما الليزر يطلع ويبتدي يمشي جوه الماتيريال بتاعتك ممكن ما يحصلوش جايدنج بنسبه 100%. ممكن يبتدي يحصل له بعض التسرب او بعض الاشعاعات الخارجيه دي وبالتالي مش بالكامل هو اللي يخرج للاوت فيها. فالاشعاعات او الجزء الخارجي دوت هو ده واحد على اثنين دي فين واحد على ار. ده بيتحدد بالبعد برضه ما بين الرايتين على بعض والريفلكتيفيتي بتاعت كل واحد فيهم. ده بنقول عليه النص الثاني. بس دي ممكن نقول عليها يوز فور لوز لان احنا ممكن ناخد الاوت ده ونستفيد بيه في حاجه ثانيه غير اللي احنا يعني ده ضايع 100% لانه هتيجي في الماتيريال في حضرتك. لكن ده خارج بس مش خارج من الاوت اللي انا عايزه فممكن استفيد بيه حاجه ثانيه. يبقى لما الجين يساوي النص يبقى في الوضع ده انت وصلت للستيموليتد يساوي الابسوربشن او وصلت لوضع الاوسوليشن. لكن انا عشان ابتدي اوصل الديزاين بتاع الليزر لازم الوضع ده يتحقق. لازم بالظبط الجين يكون على الكروموسوم. النصف ديت دي اللي بتبقى ناتجه عن الماتيريال نفسها. طبيعه اي ماتيريال ليها قدره على الامتصاص او ليها قدره على ضياع النصف فدي اطول. لكن واحده على اثنين دي لان واحده الار ده اليوسفول دوسر اللي هي الدوسر اللي بتبقى ناتجه نتيجه عدم قدره الجهاز نفسه او الديفايس نفسه انه يعمل جايدنج للباور اللي طلع بتاعته. الضوء هو خارج مش لازم بالظبط يحافظ على الدين بالكامل ويمشي حتى ما يخرج. ممكن يفقد جزء منه، ممكن الريفلكتيفيتي دي ما تبقاش قويه او دي ما يكونوا من بعض قوي فيضيع حاجات من على الجوانب، يبتدي اللي يوصل للاخر ما يبقاش ممكن يفقد. هستفيد منها لان ده خارج برضه في الريسك يعني. لو ده لو انا عامل كده نقول ان الضوء هيفقد كده. ده الاول اللي انا عايزه. بس اللي بيخرج من هنا ده ممكن يخرج قبل ما يمشي يعني عن طريق كذا من جوانب الناحيه دي والناحيه دي. فاوريدي ده اوتبوت انا ممكن اخده وده اوتبوت انا ممكن اخده. هو مش من الاوتبوت الاصل هو اثر في الاوتبوت التوتال بس برضه نص ضاعت بس ممكن استخدمها في حاجه ثانيه. ده واحد يساوي ده يبقى الامبليتيود يساوي واحد والفيس بتاعت ده ما هو ده زيرو او 2 بار او باي او 3 باي او كده. ما هو ده واحد ممكن اقول دي اس جي كي زيرو بقى واحد فبساوي الامبليتيود ببعض والفيس ببعض. ممكن اوصل للكونديشن التاني ان انا اساوي دوت برضه بي زيرو او باي او 2 باي هنوصل لنفس القانون بتاع الاف اس ار او الفيس بتاعت. كده كاني وصلت المعادله اكتسبت قيمه الاي عند اي نقطه
Dan was in een zetterbestuur. Ik was hij daar niks meer laten. Ik was eerst aan te geven. Dan was in een zetterbestuur. Ik was hij daar hier op zien, hier op zijn tip. Die, ik ben al zetter dan af. Dan kreeg je aan de eigen ogen gaan. Je hebt een zero op die, maar dan was het verzocht. Kunt ik in het even niet op zien. Dat doet een energie. Al dan is een energie die ik vind. En dan kon je zo'n knap op het hoofd. Dan moet je dat zo veel even. Maar je kan het goed maken en het bedrijf, die opzet. Dan, dit helpt, dit klinkt weer. Goed. Dan volgt. Geef wat groot. Hier, die opzet. Die opzet, JP. Opzet. Voor de rest van de dat is dat een B. Hij kan wel een I nemen voor B. Voor de lap op 1 is B, voor I nemen voor de verder machine V. Dat is een vaste voor Pepper Pro en B of Z. Dat wordt B op Moon. Dat heeft niks te maken met Square. Ja, die is een JP. Voor wat neem J. De JP dat al, oké. De J mag dat en electric filter geven. Ja? Hij is ook van de game. Hij is ook van de wat er in de game verder in wat voor van ons. En dan zegt hij dat, dan zegt hij ook niet altijd.